ينص الدستور الكويتي في مادة رقم 13 على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، كما تنص المادة 14 من الدستور على أن ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي. ولأن التعليم استثمار واستثمار استراتيجي للمستقبل، ولأن يقاس تقدم الدول بتقدم أفرادها في هذا المجال، تقدمت قبل قليل أنا والزميل عبد الوهاب العيسى بمقترح بقانون لتنظيم البعثات الدراسية في دراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات المتميزة. ينص هذا القانون على أن تتكفل الدولة بكل نفقات ومصروفات كل كويتي اجتاز الدراسة الجامعية سواء داخل الكويت أو خارجها، ويرغب باستكمال الدراسة العليا سواء في الماجستير أو الدكتوراه أو كلاهما، على أن تتوفر في هذا الطالب شرطين. الشرط الأول أن يكون المتقدم المعني حاصلاً على قبول نهائي لدراسة الماجستير أو الدكتوراه أو كلاهما في إحدى الجامعات المتميزة الواردة في القائمة المعدة لذلك من قبل وزارة التعليم العالي. كما ينص الشرط الآخر على أن يكون هذا القبول أو يكون التخصص الذي سيستكمل فيه المتقدم دراسته في برنامج الماجستير أو الدكتوراه واللي حصل فيه على قبول نهائي أن يكون هذا التخصص من ضمن التخصصات المطلوبة في القائمة المعدة لذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية. نهدف من خلال هذا المقترح على أن توفر الدولة بعثات دراسية في جامعات متميزة وفي تخصصات يطلبها ديوان الخدمة المدنية وتطلبها الدولة، حتى يكون هذا الاستثمار استثمار في محله، وحتى نوفر للبلد طاقات علمية متميزة في مجالات ترغبها الدولة.